طيب نكمل بقى عن محمد صلاح. امبارح حرس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على الاحتفال بوصول محمد صلاح زي ما قلنا بنتكلم لهدفه رقم 100 ده خلال مسيرته في الدوري الانجليزي الممتاز. طيب كتب ايه بقى الفيفا على موقع تويتر؟ قال كده تحديدا: التحق محمد صلاح بهدفه امام ليدز يونايتد بقائمة الثلاثين لاعبا اللي سجلوا 100 هدف في الدوري الانجليزي، اربع لاعبين بس هم اللي سبقوه زي ما حضراتكم عارفين ووصلوا لهذا العدد من الاهداف بمباريات يمكن عددها كمان اقل من محمد صلاح يعني، واصبح كده صلاح يعني خامس اسرع لاعب يصل ل 100 هدف في الدوري الانجليزي الممتاز، وبالتالي بيحتل صلاح المركز الثاني في ترتيب الهدافين، يعني ماشي كده زي ما بنقول في طريقه للقب الهداف كالعاده، وربنا طبعا يوفقه. نتمنى ان ده يحصل زي ما بنتكلم محمد صلاح مش فكره بس احنا بنعشقه، لكن هو فكره ان هو مصري فاي فوز هو بيفوز فيه، اي بطوله اي زي ما بتقال كده برايز يعني ده اكيد بيعود لينا كلنا كمصريين واكيد كدوله يعني. فبالتوفيق ان شاء الله كده يا مو تبقى دايما رافع اسم مصر في الخارج. خلينا نروح برضو لان سلسله التهاني والفخر ما يعني ما انتهتش كمان، خلينا نروح ليورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول اللي هو برضو احتفى جدا بالنجم المصري محمد صلاح بعد دخوله نادي المئة زي ما بنقول. قال كده تحديدا: محمد صلاح يا له من لاعب انه متعطش دوما للارقام وللتميز، لم يكن سعيدا من بعض محاولاته، انه لاعب عالمي. فكلام جميل ومشاهد زي ما حضراتكم شايفين اكيد جميله جدا. بالتوفيق، وهنرجع نقول تاني الفتره اللي جايه هتشهد يعني كره حلوه فعلا، كلنا اكيد متعطشين ان احنا نشوف كره بهذا الشكل، فبالتوفيق ان شاء الله.